مبادرة ما تستعجل من المبادرات الرائدة والرائعة واللي شارك فيها كثير أشخاص، وكل الشباب والصبايا اللي موجودين فيها كانوا من المتطوعين واللي قدروا يقدموا فرحة كثير كبيرة وقدروا يوصلوا رسالة خلال شهر رمضان المبارك. ورح نعرف عن هذا الموضوع أكثر ورح نعرف ما بعد شهر رمضان المبارك كثير من التفاصيل الحلوة من خلال ضيفتنا آلاء القطاونة، وهي مسؤولة التنسيق والتسويق وأيضا السوشيال ميديا في مبادرة ما تستعجل. صباح الخير. كيفك آلاء؟ تمام. اهلا وسهلا فيك. كل سنه وانت سالمه. وانت سالمه يا رب. يعطيكم الف عافيه على المبادره الحلوه اللي فعلا قدمتوها خلال شهر رمضان المبارك. خلينا هيك نعرف الساده المشاهدين، وانا شخصيا شفت صراحه كثير من الشباب لاني دائما بقولهم وقت الافطار بكل واحد شوي متاخر، صح؟ الا ما يصير معه شوي ظروف، وخاصه اذا كان يمكن سواء رايح على بيته او رايح يفطر معزوم، فبتلاقيه عن جد بيستعجل. فاحكي لنا شوي عن الموضوع. اوكي، مبادرة ما تستعجل بداية تأسست بال 2011، بلشناها بأربع أشخاص، كانت من مصروفنا الشخصي. المبادرة بلشت عن روح صديق لإلنا توفى بحادث سيارة برضه قبل التيشي يا رب، قبل الإفطار، فحبينا إنه نوعي الناس عن هذا الموضوع، فكان إنه بلشنا أربع أشخاص، إحنا هلا 1200 متطوع. 2011 ما شاء الله قدرنا نفطر تاريخ السنه الماضيه رمضان السنه الماضيه 500,000 صائم. لسه ما عملنا السكيدجول وهي القصص لساتا للسنه هاي، بس احنا اكيد ومتاكدين انه فطرنا اكبر من 500,000 صائم على الاشارات. طبعا حملتنا بلشت من عمان، والحمد لله خلال السنوات الماضيه مشيناها من شمال المملكه لجنوبها. صح، وانا باكد على هذا الموضوع لانه السنه الماضيه واحنا كنا راجعين من العقبه كان في شباب خلال وقت الافطار كانوا قاعدين عم بيزودوا الناس بالمي وباللبن وبتمر. فيعطيكم الف عافيه. كيف العدد هالقد تجمع من اربع اشخاص؟ عم تحكي لصرتوا 1200 شخص، كيف قدرتوا انه تنشروا هاي التوعيه من حادث صغير؟ ودائما انا بقول يعني الله يرحم الشاب ويصبر اكيد اهله، ولكن هاي اللي مرات كتير بتكون نعمة الألم، تحويل الألم والمعاناة لشيء ممكن إنه يساعد الآخرين، لفكرة جديدة ممكن إنها تنقذ حياة كتار، بأنهم ما يستعجلوا بأوقات معينة، وتحديداً ما عم نحكي كمان عن وقت الإفطار. ما بدنا نلوم الأشخاص ونحكي وننظر، ولكن لأنه أوقات كتير عن جد بيكون واحد جوعان وعطشان والسكر بينزل، فمرات كتير غصبا عنه بيكون مستعجل على سرعة مليون بده يوصل. صحيح. فكيف قدرتوا تجمعوا هذا العدد الكبير؟ هلأ قدرنا نجمع العدد. هلأ بتحس إنه في كتير ناس بدها تعمل خير، وكتير شباب وبنات وحابين إنه نعمل خير، بس شو الآلية شو الطريقة؟ هلأ بعدها قررنا إنه نعمل بيج على الفيسبوك، نعمل أكاونت على تويتر، ونحاول نحشد أكبر عدد من المتطوعين. لقينا اقبال بشكل مش طبيعي، كان يعني كثير حبينا الوضع، كثير حبينا انه كيف المتطوعين عم بيسجلوا معنا. عملنا ويب سايت صاروا الناس عم بيسجلوا عليه، السنه الماضيه كان عندنا ابلكيشن الناس تسجل عليه، فاشتغلنا كثير على موضوع ما تستعجل. الحمد لله يعني قدرنا نلاقي اقبال كثير كبير من الشباب ومن الصبايا. طبيعه الشباب والصبايا اللي عم بيشتغلوا اذا بدنا نسميها شغل مع انهم كلهم متطوعين بمبادره ما تستعجل، اللي عم طبيعتهم اعمارهم في من عندنا اعمار صغيره كثير، في عندنا من عمر 6 سنوات لحد عمر 40 و50 سنه. كيف شعورهم بالذات الاشخاص اللي عم بيشاركوا بهاي المبادره لاول مره؟ لأول مرة بيكونوا متحمسين، بيكونوا سمعانين من أصحابهم من قرايبهم، فبتلاقيهم بنزلوا إنه ياي بدنا وبدنا نشتغل معكم وبدنا. هلا إحنا بطبيعة الحال يعني قبل شهر رمضان خلينا نقول بأسبوع زمان تقريبا بنجيبهم بنجمع كل المتطوعين اللي سجلوا بالضبط، بنيجي نعطيهم التعليمات إنه مفروض إنه لما نوزع نلبس الفيست، لما تكون الإشارة حمراء بننزل على الإشارة، غير هيك بتتجه إنك توقف بعيد عن السيارات، لأنه كمان بنفس الوقت مش حابين بالضبط نخسر أرواح أو لا سمح الله يصير حادث مع أي متطوع فيهم، بالنهاية نحن مسؤولين عنهم. وكثير بيكونوا متحمسين ومبسوطين معانا وبوزعوا المي التمر كذا هيك، فشعور كثير حلو. شو بتخفي انك بتكسب لك هيك دعوه كثير لذيذه؟ صح. على الاذان يعني هذا شيء. انا بس انا كنت اشوفكم كثير كنت اكون مبسوطه جد على طول، هيك احس حالي اني عم ببتسم لانه هم بيكونوا كثير من قلبهم عم بيحاولوا انهم يساعدوا اللي بالزبط. موجودين بسياراتهم وعلى الطرق. ألا شو بتختلف السنة عن السنوات الماضية؟ شو في أشياء جديدة دخلتوها؟ شو في أشياء؟ أنا سمعت إنه في شخصيات كمان يعني ممكن كانت معاكم بحبوها الناس، ومن ضمنها كمان أكيد مشاركة الدكتور عمر رئيس الوزراء أكيد عمر الرزاز. هلأ كل سنة إحنا يعني
يعني هلا المبادره عم تكبر الحمد لله. الحمد لله. بنفس الوقت يعني كل سنه عم بزيد عندنا عدد المتطوعين، عم بزيد الناس اللي عم بتآمن بفكرتنا كفكره ما تستعجل، وفكره الشعارات اللي عم نطرحها فبتلاقيها كثير جذابه، يعني حمراء خذ لك تمره، او تمره على الاذان ولا روح انسان، فبتلاقيها هيك شوي بتقرب الناس من الحمله تبعنا. هلا السنه الماضيه والسنوات اللي قبل كان يشارك معنا متطوعين انه بشكل عادي، بعدها بلشوا جماعه السوشيال ميديا خلينا نقول انه يكونوا معنا، بعديها تكلم عنا ونشر عنا وسمو ولي العهد عن مبادره ما تستعجل قبل سنتين، جلاله الملكه رانيا كمان نشرت على اكونتها على الانستغرام عن مبادرتنا. السنه هاي تفاجئنا كنا موجودين على الاشاره. مفاجاه كانت، ما كنتوا بتعرفوا، ما كنا مخططين ولا كنا عم نعرف ولا شيء، فجاه بتوقف عنا سياره، بنطلع زي هيك انه اوف دوله عمر الرزاز موجود، اهلا وسهلا فيك، وحب شكرنا ونزل معنا وصار يوزع على الاشاره معنا. شاركوا ناس كثير معنا السنه من سفارات من شركات، فلا الحمد لله يعني كل سنه عم نحس حالنا عم نكبر اكثر، عم نوصل للناس اكثر، فالحمد لله يعني هدفنا عم نقدر نوصله بطريقه احلى. أكيد كل الأشخاص اللي شاركوكم أكيد كانوا كمان هم سعيدين ومبسوطين، بنشكرهم مشاركة دولة الدكتور عمر الرزاز، يعني أنا متأكدة إنها أعطت معنويات كتير عالية كثير فوق ما تتخيلي للشباب، وهذا الشيء إحنا بنحتاجه، يعني دائما أوقات كتير بيقول الواحد تقدير، ابتسامة، مشاركة. صحيح. أكيد لما عم تحكي عن كمان سمو ولي العهد وجلالة الملك رانيا. صحيح. أكيد كل هاي الأمور دفعت كتير من الشباب إنه عم بحسوا إنه هم لا عم بحطوا مجهودهم بالمكان الصحيح المقدر. بالزبط. اللي ممكن إنه يساعد كتار. هلأ بدي أشكرهم، ما بنقدر نشكر 1200 متطوع، ولكن تحياتنا لكم، يعطيكم ألف عافية على كل شيء قدمتوه بمبادرة ما تستعجل. ما بعد شهر رمضان المبارك ألا شو عم بتفكروا تعملوا؟ كيف ممكن تستغلوا طاقة الشباب؟ تمام، هلا نحن يعني خلينا نقول ما تستعجل مربوطة بشهر رمضان، يعني احنا بالعادة بنستنى رمضان عشان ما تستعجل. صح. هلا طول السنة بنكون عم نخطط، عم بنشوف انه شو الأشياء اللي صارت معنا ما كانت انه مثل ما بدنا، بنصير نشتغل عليها نعمل عليها. هلا كل حدا فينا من خلينا نقول المسؤولين، ما راح احكي المتطوعين، اللي احنا التيم المسؤول، هلا كل حدا عنده مبادرته الخاصه، مرات بنجتمع مع بعض بنشتغل بشغلات انه نقدر نساعد فيها كتطوع منا احنا يعني شباب ما تستعجل، نساعد فيها الناس قد ما بنقدر. كمان شو بتحسوا لما بتجتمعوا، شو بتحسوا انه كثير شغلات البلد بدها؟ اكيد ودائما بنقول ما بيصير انه كل شيء نحطه على عاتق الحكومه، احنا كافراد كمان علينا مسؤوليه انه نقدر انه نقوم بالزبط فيها. بالزبط. شو في اشياء بتحسوا انه هلا انتم ممكن انه فعلا تساهموا او تساعدوا بمبادرات وبطاقات الشباب انكم؟ هلا طاقات الشباب دائما كبيره، ويلي بتعايش معنا وخلينا نحكي اللي بيشوف الشباب الاردني اجمالا، شباب كثير معطاء وشباب بحب يساعد غيره. صح. بصراحة. بس بده توجيه، بده حدا يدله، بده حد يوجهه، بده حد يقول له مثلا امشي انت بالطريق هاي وانا رح اكون معك واساندك، انه ما بتعرف انت يعني ممكن تزبط معك مثلا انه تمشي امورك اوكي لحالها، بس بنفس الوقت بحاجه انت لحد انه سبورت. صح. فاهمه علي؟ لا لازم يكون لك داعم، لازم يكون حد يدعمك باي شيء انت عم تشتغليه حتى توصلي وتكبري. انتوا دوركم على سواء كتنسيق، وعم نحكي تسويق السوشيال ميديا، او الشباب الباقيين اللي موجودين معاكم اللي هم اصحاب الفكره واللي عم بنظموا كمان كاداره، اذا سميتيها اداره للمبادره، كيف بتحطوا استراتيجياتكم؟ كيف بتقدروا تعرفوا انه والله خلينا نكون بهاي المناطق بعدين خلينا نتوسع؟ يعني كيف بتقدروا تحطوا الخطط اللي يمشوا عليها باقي المتطوعين؟ تمام، هلا احنا بنكون دارسين هذا الموضوع تماما. هلا بالنسبه خلينا نبلش شوي ستيب باي ستيب. هلا الاشارات احنا بالتعاون مع اداره السير المركزيه بنشوف الاشارات. اكيد تحيه كثير كبيره لهم لانه كل سنه بيكونوا معنا وكل سنه عن جد بتحملونا كثير، لانه احنا من النوع اللي انه بدنا هاي الاشارات ساعدونا هون، انه حرام يعني، وحتى بيوزعوا معنا ببعض الاحيان. هلا بصير كالاتي، احنا بنشوف الاشارات الحيويه بالضبط، هلا بلشناها نحن بعمان، خلينا نقول بمنطقه عبدون عند السفاره الامريكيه بالضبط بلشناها هناك، بعدين كبرت. هلا لاحظنا انه صاحب بيحكي لصاحب، صاحبه بتحكي لصاحبتها انه يلا اوكي عمان، بعديها انه صرنا نشوف انه المحافظات، طب ليش ما عندنا احنا؟ بعدين بلشنا ندرج بالمحافظات. هلا الحمد لله مغطيين 110 اشارات من شمال المملكه لجنوبها، وبتنسقوا كل يوم بيوم، كل يوم بيوم، وكميه المي اللي بتطلع، كميه التمر اللي بتطلع، الفولنتيرز السوبرفايزرز، يعني بكون بتنسيق جروبات واتساب. خليه نحل شغاله، خليه نحل بقول شغاله، بالضبط طول شهر رمضان وقبل شهر رمضان احنا بنكون شغالين انه بدنا كل شيء يكون بيرفكت.
من الاخر يعني كل شيء يكون بيرفكت لحتى انه نقدر خلص انه نمشي امورنا تمام ونحاول قد ما نقدر انه نتجنب الغلط. بالضبط. هلا بالنسبه للدعم اللي بيجي اكيد بتحتاجوا انتم دعم مادي حتى تقدروا كمان تجيبوا المي والتمر وهيك، كيف لما بلشتوها بالاول باربع اشخاص بعدين هلا اكيد في شركات عم تدعمكم كمان بهذا الموضوع؟ بالضبط، نحن اول ما بلشناها اربع خمس اشخاص تقريبا، صراحه كان من مصروفنا الشخصي، ما كنا يعني ومن اهلنا او احنا خلينا نسميهم ناس مناح، احنا عاملينهم ناس مناح، بنحكي عنهم دائما ناس مناح، ناس مناح، الاهل لينا، قرايبنا، اصحابنا بدعمونا مثلا. هلا نحن ما بناخذ كاش، احنا عم نعمل شيء تطوع لوجه الله. اللي بيصير انه مثلا انه انتم حابين تدعمونا، هلا بصير الشركات عم تحكي معك، هلا كل مالك انت عم تكبري، فانه انتم اوكي بتجيبوا لنا تمر ومي بهذا مثلا المبلغ المعين، اوكي احنا علينا التوزيع. اللي بصير انه مثلا اللوجو تبعكم بيكون موجود على كاسه المي، على حتى يبين اكيد مين الشركه اللي حابه انها تدعم المبادره. انتم يعني قدمتوا شيء كثير صراحه خلال شهر رمضان المبارك، بالرغم من انه يمكن تفصيله صغيره كتار ما قدروا انه ينتبهوا لها، قدرتوا انكم انتم عن جد تنتبهوا لها، وانا متاكده انه قللتوا من حجم لا سمح الله حوادث كانت حسب ممكن حسب تقارير اداره السير المركزيه. الحمد لله قد ايه صار في انه نسبه الحوادث كثير قلت. يعني النسبه ما راح اقدر اعطيكي نسبه معينه لانه ما لي اكسس انه ادخل بهاي المواضيع باداره السير، بس اكيد بس عم بيخبرونا انه لا الحمد لله انه نسبه الحوادث كثير قلت، وهذا الشيء احنا يعني هذا هدفنا بالنهايه. انا متاكده يعني الشخص العطشان او اللي بده شويه سكر يدخل لجسمه بالضبط، تشرب كاسه هالمي البارده وكلك حبه التمر وخلص روق اعصابك وبتوصل للبيت بهدوء. الاء القطاونه مسؤوله اكيد التنسيق والسوشيال ميديا والتسويق بمبادره ما تستعجل، يعطيكم الف عافيه. تحياتنا للكل وعيدي عليهم فردا فردا، ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم يا رب، شكرا لكم لاستضافتكم. اهلا وسهلا.